عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كوسميتيك ماك. أنا ديما فما ميساج نحب نوصله لكم، هما ثلاثة حاجات: مش لازم لبسة غالية برشا تويتيك، مش لازم تبدل كل شي فيك، مش لازم زيدا كومنتير يأثر عليك. خليك انتي تعرف اللي يواتيك معنا احنا في كوسميتيك ماك. في حلقتنا لليوم كالعادة عنا موعد مع نوتريسيون اي بوتي، عنا الميديسين استيتيك، موعدنا يتجدد مع رولو كينغ، ستار نيوز، لي زكسبير، لي برودوي. خليك ديما معنا وتابع وفي. عودنا في كوسميتيك ماك صافي بشرتك، بشرتك راس مالك. اليوم بشرتك راس مالك في الميديسين استيتيك باش تكون موجودة معنا دكتور جيهان يعقوبي. مرحبا بيك جيهان، نورتنا. عايشك ايمان، ميرسي بيك. عايشك وكالعاده كي نحكيو على صفي بنك امينه موجوده معنا، واستيا فارما باللي برودوي نتاعهم ديما منورينا. اهلا بيك يا امينه، وان شاء الله عيدك مبروك مره اخرى. كل عام وانت طيب. عايشك، مرحبا بيك. جي قربنا من الصيف، دونك كي نحكيو على البشره في الصيف نحكيو على بروتكسيون، نحكيو على الوقايه، على ليكرون، كيفاش نجمو نعملو. فما دي زاكت استيتيك انت بتاتر باش تحكي عليهم، وبريفونسيون. دونك خليك انت الكلمه. فوالا، دونك قربنا من الصيف، قربنا من شمس حاره قويه برشا، واللي هي تسمى عامل من العوامل اللي كي اغريس، معناتها يقلق البشره بالكدا بالكدا. فما حاجات لازمنا نتبعوهم، فما حاجات لازمنا نبعدوهم برشا برشا، فما دي زاستوز نعملوهم كيلكو سوا شنو. اذا كان فريمون نحبوا نعملوا ان بون برونزاج، واذا كان نحبوا مثلا اون ايفيت لو برونزاج جوستومون كومبليتمون، ولا نقصوا شويه من الرياكسيون تاع بدنا اللي في سيكريسيون تاع الميلانين يعطي اللون اكسيسيف هذاك تاع البشره. وديجا هو ما نعرفش حسب علمي اللي لاتاش، وبيان سور امين لاتاش تتدخل معانا، لاتاش يزيدوا كي ما نحافظوش على البشره تاعنا في فصل الصيف، ويكونوا عندنا يكونوا ماهمش ظاهرين برشا، يوليو بلو بيغمونتي هكا ولا؟ ايفيكتيفمون، كل ما يجي الصيف الشمس هي عامل قلت لك من يعمل كي اكسيلير يسرع برشا الفوتو فيديسمون، اللي هو الشيخوخه اللي جايه من التعرض لاشعه الشمس القويه. الشيخوخه بيان سور هي دي ريد صغار، دي فين ريدول، معناتها البو تولي تتطلب شويه. عندنا اوسي لي تاش يكثروا، كو سوسوا موجودين ويغمقوا، وهذا يطلعوا من لو جديد. وعندنا اوسي لا ديزيدراتاسيون اللي هو نقص الماء. دونك هذاك علاش فما دي استوس افير في وسط الصيف سبيسيالمون. بيان سور سي اون روتين حقيقه مانيش باش نحكيو عليها معناتها بزاف ديما، كل ما نوصيو شويه على شرب الماء بيان سور اونفيرون على الاقل 2 لتر بار جور، سورتو بيدخل الصيف، سورتو قلت لك بالماء اللي نضيعوه كل نهار. ما نحكيوش جامي اسي على على ليكرون قداش نيسيسير، كل كل ساعتين من اكسبوزيسيون سولير راهو ليكرون يفقد معناتها الكاباسيتي نتاعو وقدرته باش يمتص اشعه الشمس. دونك لازمنا ديما نجددوه، باش نحكيو اسي زاد على تنظيف البشره في الليل وقت اللي تروح، قداش لازم باش تغسل هكا ليكرون اللي حطيته الكل، الكوش اللي حطيتهم الكل، تنظيف الوجه بالكدا بالكدا، هذاك خاطر سينو سي دي فيتور بور ديلاتي، معناتها هكا المسامير تتحلوا. اذا كان فما ان اكسي دو برودوي محطوط في الوجه وما يتنظفش، ولي بوتون هكا الاكسي دو سيبوم هكا برشا مشاكل اخرين. دونك التنظيف مهم ياسر ياسر. فما حاجات اخرين كنا مستانسين بيهم في الشتاء اللي هما دي برودوي دو سوان شويه في اي فما نعاودوا نرجعوا لهم. جيهين ندخلوا ديريكت خاطر حكينا عن الوقايه، دونك معنا مدام امينه اي سورتو. جيهين نبعدوا على زاده لي برودوي اللي نجموا يسبونا اكثر، فتخلينا نقولوا باش يزيدوا يظهروا لي تاش في وجوهنا، وباش يزيدوا يسبونا في برشا مشاكل في الوجه في فصل الصيف. دونك معنا دكتوره امينه. امينه شنو حوالك؟ راهي جان بيان لاحظت كل سبيسياليتي. دونك الاكسبير كي يبدا يحكي على على خاطر دو سبيسياليتي سي كومبليمونت لو ميدسان بريسكريبتور لو فارماسيان فارماكولوج، فهمتني اللي هو يخدم يعني قلت لك باش يقدم المشكل والحل بيان سور. باش نرجعوا للدكتوره جيهين باش نحكيو على زاكت. جيهين باش نعاود نرجع لك اللي انت تفضلهم في الوقت هذا. توا باش نحكيو على لي برودوي اللي نجموا نستعملوهم في فصل الصيف، كيما قالت جيهين الوقايه اللي هي نيسيسيرمون ليكرون هكا ولا؟ اه وي لازم ليكرون. ليكرون كي نحكيو على ليكرون دو استيا فارما، وبعد باش نعاود نحكيو فوالا على الميك اب بيو الجديد نتاع استيا فارما اللي هو
اللي هو استيام بيوتي. استيام بيوتي، فوالا لا جام لوليتا. دونك كيما قالت دكتور جيهان وكيف ما قلت انت منى، بارابور على بروتيكسيون سولير، دونك نحب نقولوا لي اون سو ديفيرونسي بارابور او في اللي هو لي اس بي اف سي 50 بلس. دونك نحكيو على بروتيكسيون سولير ماكسيمال افيك اون تكستور اللي هي اللي انت حكيت على الدكتور على الهيدراتاسيون. دونك نحب نقول اللي هو لا باز نتاع l'écran est hydratant, donc avec une faible teneur, disons, par les poudres, les oxydes de fer, les homéchaliers ou les pigments fait l'écran. Alors, parfois, on trouve des écrans, l'écran, voilà, il est fortement pigmenté, donc il peut causer des problèmes qui font qu'on a dit à contacter le docteur, le filtre solaire, le produit, il peut retour à la bâchette, il peut laisser des résidus avec le résidu avec, il peut causer une inflammation, voilà, il peut, voilà, Catherine a la production de sébum, donc avec les déficiences à l'époque. Donc, voilà, une faible teneur d'oxyde avec une couleur qui est très belle, donc voilà, une couleur mazienne à écran, plutôt haja halwa خفيفة avec une protection maximale. Donc, فتليت نفض المقبلة الغوزي خاطر نو ميك اب لوك توا ولا وكل ولا توندونس كوريين وكل شيء، دونك برشا يحبوا هكا نخدي غوزي وكل شيء في الوجه. دونك ما عادش نسوي دكتور كان بالثيرابي هنا توا اون راجوت اون بيل كولور على او فيلتر سولير. دونك عندنا الكولور اللي حكيت عليها انت تو استنى من احنا ثقتنا في كوسمتيك ماج وتواصل للمشاهدين معانا تو تبارك الله وبرشا محبه، على خاطر احنا وصلنا نوصلوا لانفورماسيون وديما نرضيو الساده المشاهدين بحاجه اللي بالحق في الواقع ونستحقوها. دونك اليوم نحكيو على اكران غوزي، نحكيو على شويه لبيولهم رغباتهم بروتيكسيون كونتر لي ريون الترا فيولي. دونك عندنا البيج وعندنا الانفيزيبل وعندنا غوزي، فما شكون يحب روحه كيما هو دونك il préfère tout ce qui est invisible donc l'écran invisible وفما شكون يحب البيج لو بتي كو ديكلا داكورد لا تانت اللي هي تظهر افتح داكورد خاطر عندنا ديما لا نيونس اللي احنا نحبوا البشره نتاعنا تكون افتح افيك توا مع الشمس انه هو تغميق فما شكون ديجا احنا توينسا ما شاء الله عندنا البيضه عندنا القمحيه وعندنا السمره يعني دونك لي انديبوندامون دو لا بو دونك حتى لو كان هي بيضه دونك اون اوغا لو كو ديكلا اذا كان سمره اون اوغا لو كو ديكلا افيك اون بتيت هوموجينيزاسيون دو لا كولور هكا تظهر افتح وكل داكورد وسي اوني هكا عندك كان كيفي هكا مقبله وانا نخسر دونك نمشيو غوزي نحب نجرب محليه راهو كي يخرج بن مين الصباح جوست تعمل اكران هكا روج اليفغ ولا جلوس لا تانت غوزي هي اللي تعطي هكا البن مين اللي حكيت عليها دكتور اللي فيه هكا بخلاف ليغاتاسيون اي تو عندنا لا تانت اللي ان تو بتي بو هكا مستحمره هكا شويه تحس هكا الخطوط حمر الدكنونه هكا شويه هكا لو كو ديكلا هكا شويه الدم اللي تلقاه. دونك لهنا هذيك لا بروتيكسيون انا شوازي دافوار لا تانت روزي اللي هي دون لا بون اللي في بون مين سون بوكو دو ميك اب دونك بوغ افوار كالفي فين لاير هكا الثقل باش نتاعنا تنافس ديجا قال توا دكتور قبيله قالت انه نتفادى وانا كون اللي هو ولا ان فون بليتو اللي كي تحطه من بعد لازم بعد ساعتين تكون قادره المراه انها تعاود تحط لهنا انا جو بو اسيغي انه ليكرون اذا عملناه بعد راك ماكش باش تحس اللي انت حطيت اون دوزيام كوش على خاطر ما هوش لا تكستور اي تري فلويد وتنجم تدخل وي. في البو خلينا نزيدو نفسرو امينه نمشيو فيديو وراجعين. الالتراويولي من أهم أسباب ظهور لتاش برون، السيف قرب والوقاية لازمة وخاصة avec un écran solaire dermatologique يحمي ويغذي البشرة. اليوم وكما استنسنا والله لا يقطع لنا عادة، اليوم مع استيا فارما استيا سان عن لو غوزي لو بيج اي لو ترانسبارون، حماية أكثر من الشمس مع منتوج فعال. كما ديما نقولوا استيا فارما ثقتنا فيك كبيره. استيا فارما زيده بشرتك تتنفس.
دونك عندنا البيج لانفيزيبل والغوزي ومازلنا في الحموريه والجو امينه باش تلاقيه وكيما قلت لك بالمراه ولا البنيه من احنا توا اليوم حتى الصغار راهو يحبوا يعملوا لي زاك دونك باش نحكيو كي نحكيو على كمية نتاع ديزوكسيد نتاع مواد يعني اللي هي اللي باش تعطي هاك التان هذا البيج ولا البران ولا كذا دونك هاك لي بيغمون هذاكم نحكيو على كمية ما تضرش البشرة دونك ماهيش الفابا يعني من اللي كانك الماء باش ماهيش باش تجبد الماء من البشرة اون بلوس فما حاجة بيها برشا اللي فما بليزيور تون دونك باش نلقاو التان اللي تمشي مع البشرة نتاعنا مع البشرة نتاعنا سي لو بلوز امبورتون زيد لا افتح ولا اغمق هذيك زيد حاجة لا ديفرسيتي avantage في Estia Beauty. Estia Beauty. دكتور أمين إن شاء الله ديما منورتنا باللي برودوي نتاعك محليها المحبة اللي بالحق ما بين Estia Pharma وسيدة المشاهدين اللي استنسوا بيك واستنسوا بالحل معاك. إن شاء الله منى ديما نكونوا عند حسن ظنهم إن شاء الله وحسن ظنهم. إن شاء الله. مرحبا بيك دكتورة جيهان نورتنا إن شاء الله نتقابلوا في مواعيد جاية إن شاء الله وديما نحكيو على الميديسين الاستيتيك عالم بالحق كبير برشا.
سي فري انا اللي نورت كيف نورت كيف جيت بحثيكم محليها لمتكم فرحانه برشا اللي قعدنا مع بعضنا الكل هكا باش حكينا شويه خاطر سا سو كومبليمونت سي فري معناتها فرحانه برشا اللي جيت بحثيكم وان شاء الله يكونوا النصايح نتاعي يفيدوا في اكيد اكيد اسمع الروبريك ميديسين استيتيك معروفه في كوزميتيك ماغ اكثر متابعين اونيم بالحق خاطر بالحق نلقاو الحل وراو كلكو توش وتوش زيد لازمنا الميديسين استيتيك سي فري فما حاجات ينجموا كي فون لا ديفيرونس يبدلوا كل شيء نورتوني مازلنا في عالم الجمال والتجميل مع كوزميتيك ماغ المكياج سي تنار وكي نحكيو على إليغان نحكيو على بانوبلي دي برودوي نحكيو على فون دو تان كوفرانس اكستريم دوم المده طويله نحكيو على فاريتي دو غلوس هايلايتر نحكيو على فاراجو لي باليت جدد المزيانين برشا على هذيك مع إليغان اليوم واستيوس باي ريحان باش نتعلمو برشا حاجات عسلامة يا مزيانات إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل معكم ريحان كالعادة في أستوس جديدة وفيديو جديد في فيديو اليوم باش نعملوا تويتو للحواجب كيفاش نرسموهم بطريقة بروفيسيونيل وحاجة نظيفة ومزيانة دونك هكا شعرة شعرة إذا كنت تحبوا تعرفوا كيفاش عملنا الحواجب خليكم معايا كما قلت لكم اليوم باش نعملوا تويتو للحواجب باش نوريكم كيفاش تخدموهم بطريقه بروفيسيونيل ونظيفه على الاخر دونك باش نعطيكم استوس اللي هي مزيانه على الاخر باش تخليكم الحواجبكم هكا افي سوفاج هكا شعره شعره دونك مزيانه على الاخر مي اول حاجه باش ناخذوا صابوني اي صابونيه المهم تكون ماهيش لون معناه بيضه والا ترانسبارونت ماهيش زرقاء ولا خضراء ولا حاجه دونك هذيك باش تخلي لك حواجبك هكا شعره شعره ويقعدوا لك نهار كامل جوز باش نوريكم الطريقه الصحيحه دونك خليكم معايا دونك الصابونيه رشيت عليها فيكساتور نحاول نحط على الفوشة الكل كيما هكا وبعد باش نجيو للحواجب نرجعوهم هكا التالي باش يدخل الصابونيه تدخل في وسط الحواجب في وسط الشعر بالقدا بالقدا ومن بعد نبداو نعملو فيهم كيما احنا نحبو هكا نرجعوهم على عكس الاتجاه اللي كنا نعملو فيه هذه أستوس اذا كان انت ما عندكش جيل ترانسبارون باش تعمل هكا ايفي شعره شعره وكل دونك صابونيه هي الحل كيما قلت لكم ما تكثروش معناها ما تهزوش كوش كبيره من الصابون باش ما يخليلكمش لون ابيض وماذا بيكم اذا كان عندكم صابونيه تبدا ترانسبارون وكيما قاعدين تشوفوا قاعدونا هكا شويه فراغات دونك باش نعبيهم بالستيلو هذايا بور لي سورسيل نتاع إليغان انا هذايا البراون فما فيه درجات معناها انا هذايا البراون دونك شوفوا قداش لابليكاتور نتاعو هكا يسهل لك انك تخدم شعره شعره هذوما انا نشوفوا براتيك على الاخر للعباد اللي يبداو مازالوا كيبداو في المكياج دونك ساهل على الاخر وتجم تعمل بيه هكا انت ترسم شعره شعره كيما تحب دونك انا توا باش نكمل نعبي الفراغات هذوكم دونك نشوفوا فما هوني شويه فراغات باش نحاول تكون يدي خفيفه على الاخر ونرسم هكا شعره شعره تاو باش ناخذ لونتي سيرين كيف كيف من عند إليغان هذه ريفيرونس تاع 05 باش ننظف بها الحاجب ناخذ شويه هكا باش نحدد بها الحاجب القدام القدام ناخذ البيوتي بلندر ونستامبي كالعاده الخط هذاك وتاو باش نفكسي لونتي سيرين هذيك بالبودر هذيا كيف كيف من عند إليغان ريفيرونس نتاعها 01 هذيا كومباكت باودر دونك باش نفكسي بيها لونتي سيرين هذيك فوالا هكا نكونوا كملنا تويتو للحوايج نتاعنا لليوم ان شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا من الاستيس اللي عطيتهم لكم نتقابلوا الحلقه الجايه في استيس جديده يلا بيزو
ديما في فقرة لابوراتوار نهيل هما ثلاثة حاجات: الاستمرارية، الأم والإمبراطورية. كيف كيف ثقة ما بين المنتج والمستهلك. اليوم باش نحكيه على 40 سنة خبرة. خليك مع فقرتنا التالية. هي رواية وراها صبر سنين، هي حكاية عشق وحنين. دخلت الفرحة لديارنا وعلى نغمتها ربينا صغارنا. ريان ريان وكبرت الحلمة ومرت السنين، وكيما الزيتونة عروقها في الأرض وتتفرع أغصانها وتعطينا على مر السنين. لابوراتوار نهيل، 40 سنة شامخة بعرق جبين. اليوم نحكيو على مواصفات عالمية، كفاءات تحرص على ثقة بيها أعوام مبنية. نهيل تونسية للتونسي وفي السوق الأوروبية بجودة عالمية. سر الاستمرارية، حكاية نهيل في كل دار تونسية. هذه 40 سنة من عائلة، عائلة لابوراتوار نهيل. تعلمنا الخبرة، الجودة والفاعلية. مازلنا كي خرجنا من العيد، إن شاء الله أياماتكم الكلها عيد. موسم العرايس والمناسبات اقرب، جبة القفتان، هذا الكل باش نتعرفوا عليه مع ماليا. كيف كيف فما برودوي جديد في حلقتنا لليوم من كوسميتيك ماج. أكيد باش تحلق التوازن لازم تعرف شنو تاكل، شنو تلبس، شنو اللبسة اللي تمشي معاك. اليوم معنا باش تعرف شنو اللبسة اللي تمشي معاك وشنو البرودوي اللي يمشي مع البشرة متاعك. على ذيك معنا هدى داود، مرحبا بيك. باش نحكي من بعد على ماليا، باش نحكي على القفاتن، باش نحكي على الجبة المغربية الروفيزيتي. مرحبا بيك نسرين المجري. مرحبا بك يا مان. خبيرة من درمافيق. درمافيق ما نصورش حتى تونسي ولا تونسية ما يعرفوهاش، ما شاء الله عليكم. دخلت كل دار تونسية وحتى البرة زادة من تونس. دونك عندكم ديما جديد جديد باش نحكي. وعنا انستغرام اللي هو يعمل اكلا اونتي ريد هكا ولا، وباش نحكيو على الكونتور دي زيو. الكونتور دي زيو بيان سور. داكوغ، دونك نعاود نرجع لك هدى. مرحبا بيك ومحليها محليها القفتان. اليوم زاد لابسه من عند هدى داود، لابسه من عند ماليا. دونك مرحبا بيك، انت مغربيه تونسيه 80% توا اللي تونسيه 80%. فوالا فوالا، نقولوا كيكا قعدت هنا ازيد من اللي قعدت في المغرب. فكينيك كان عندنا موعد معاك سابق في كوسميتيك ماج، وشفنا ما شاء الله جينا بحثيك، شفنا البانوبلي، شفنا بالحق عندك فاريتي نتاع جبيب قفاتن. وتوا موسم العرايس جديد جديد عند ملي جديد ما شاء الله، معناتها ان شاء الله احنا ديما نتبعوا ونسوي ديما جديد. دونك كونس كي كونسيرن لي تيسو الحروجات لي كولور، معناتها ديما نتبعوا ديما جديد. وتوا كيما اللي لبستو انت، معناتها سي دو لا سوا ناتوريل هذاك ان سوا. ياسر ياسر هكا تحسوا في الويد مرتاحه فيه على الاخر، نحس في روحي بالحق تخي في الويد، تخي سوبل بارد برشا بالنسبه للصيف. الفلوري نتاعو يتماشى مع لي كولور معناتها استيفال. خفيف خفيف اللبسه، تخي تخي ليجي ا بورتي. دونك احنا برانتون ايتي داو توا باش يدخلوا العرايس ولاو يقدموا،
مارس افريل ماي اكزاكتومون لبسه كيما هكا نجموا نلبسوها حتى حضاره ولا نجموا نمشيو بها ولا تنجم تكون هي بيدها العروسه تلبسها في ايام الحنة هكا ولا اكزاكتومون تمشي كيما نحبوا نمشيوها تمشي دونك عروسه تنجم تقعد بها سهريات عندها شي عشاء عندها شي مش تحضر سواغي جايه على الطاير في وسط العرس تنجم تلبسها كم تنجم حضاره مثلا تمشي بها سموطيه تحضر بها معناتها كيما نحبوا نمشيوها تمشي سي تري فاسيل ا بورتي وتنجم معناتها اي مناسبه تنجم معناتها تخلق لها الجو كيما هكا وتلبسها فيها احنا في الجو خلينا نمشيو فيتير باش نذكروا الساده المشاهدين ملايا في صفاقس وراجعين نحيروا كي نجيو بحذاكرة ان تري بون ادريس للعرايس وحتى للحضارات وحتى راهو جا نقول لك دخلت في ثقافتنا اللبسه هذيا باش نعاود نرجع لك هدي خلينا توا مع نسرين باش تحكيوا على البشره وتواصل ما بين اللبسه ولازم تلهيو بالبشره نتاعنا كيما قلت دير ما فيك دخلت الكل دار لو بلوز امبورطون هو ان لا ساتيسفاكسيون دي كليون انتم عندكم برشا برشا طلب خاطر اللي ياخذ من عندكم لي برودوي يرجع ياخذ من عندكم مره واثنين وثلاثه نسرين باش نحكيو اول حاجه على الكونتور دي زيو فماش مرا تقول لك ولا طفله ابارتيغ حتى من سيزون ما نعانيش من مشكله لي سيغ بيان سور لورديناتور نخدم برشا بالحق برشا اللي يضروا البلعين معناها نلقاو الطقس نلقاو تعرض برشا لاشعه الشمس نلقاو المالنيتريسيون معناها قله العنايه والترطيب في المنطقه المحيطه بالعين ياثر برشا فيكو هي منطقه سنسيبل برشا حساسه دونك اي حاجه تاثر عليها حاجه اخرى باش نعاود ناكد عليها على الكونتور دي زيو اللي باش نحكيو عليه اليوم اللي هو هذايا دونك البارتي هذيك تري سنسيبل تفقوني راي ولا بالحق مش اي برودوي نجم نحطوه غاديكا خاطر تري سونسيبل وقت نستعملوا برودوي ما نجمش مش معايا نجم يعمل لنا كلي ريديول صغار ينجم يردها حساسه ينجم تولي فيها حتى نوع من الاكزيما احنا علاش نخرجوا في دار ما فيك ونشجعوا العباد باش تاخذها خاطر المكونات نتاعنا 100% طبيعيه دونك احنا نعرف مع تقدم العصر بيان سور اللي العباد ولا تخاف من برودوي شيميك تخاف من لي برودوي كوزميتيك اللي ما يعرفوش شنو المكونات نتاعها معناها هنا نحب نقول للعباد الكل اللي الكومبوزيسيون نتاع لي برودوي نتاعنا الكل راهي 100% ناتوريل دونك تستعمل بيان سور ريزولتا غارونتي 100% دونك ريزولتا باش نشوفوه اكثر مع الفيتير جي ابارتيغ من 10 جوغ نشوفوا ريزولتا 14 جوغ دونك تولي تلاحظ الفرق نتاع الكونتور دي زو بعد 28 يوم مش تلاحظ فرق كبير بيان سور لي سير لي بوش لي ريدو لي ريدول باش يتنحى ومع بالطبيعة تواصل استعمال باش تنسى حاجة اسمها ساغر ولا اسمها كحولية تحت العين هذا فرح به النساء والبنات الكل ولا حتى رجال عندهم نساء احنا شفنا الفرق خليك انتي معنا تشوف الفرق في الفتاة رجال العينين هما سر من أسرار جمال المرأة وأول حاجة تترى على ذيك من أهم مشاكل البشرة اللي نعانيو منها تجاعيد مبكرة بشرة باهتة وظاهر عليها التعب هذا المشكل والحل ينجم يكون مع ديرما فيك دو برودوي يكتسحوا السوق ويلبيوا رغبة المستهلك أول منتوج هو لا كريم كونتور دي زيو أنتي سيرن أنتي غيد تنقص من الهالات السوداء إلى بوش وتحسن المنطقة الحساسة اللي تحت العين ثاني برودوي هو الإكسبريس ليف لو جيل فلاش أنتي غيد منتوج فعال ضد التجاعيد مواظبة الاستعمال تعطينا ريزولتا امبيكابل لي دو برودوي ينجموا يعطيونا الحل بالنسبة للإكسبريس ليفت ينجم يكون برايمر وتكون الفاعلية متاعو بالوقت ان افي انستانتاني بالنسبة للايروبير الكريم كونتور دي زيو بعد 14 يوم من الاستعمال ينجموا نلاحظوا الفرق
ديرما فيك اخترنا أهم الفيتامينات ومن الطبيعة اقتبسنا خيراتها. ديرما فيك المنتوج السحري اللي يحكي عليك. وداعا للهالات السوداء بي وصحابي يشوفوا يقولوا لي محلاها اللبسه محلاها اللبسه. جات من ثم الفكره بوركوا با علاش او كما يكونش ان بروجي معناتها نتاع تنو ماروكان نعرف بها هنا في تونس. دونك بديت بشويه بشويه معناتها بديت بان سيركل فيرمي جست القراب كل واحد يحب حاجه نخدم له نشوف جيسي باش نشوف هو شنو هو واللي مش يمشي معاه شنو يواتيه وناخذ ونخدم له. دونك تي تابتي حتى تكونت توا ما شاء الله بليس دو 25 ازيد من 25 سنه في ما شاء الله خدمه يعني واون سي توجور باش نمشي ونقدمه. قبل الفكره كانت قفطان مره كبيره هي اللي تلبس القفطان اي توا تو انسبير من الحروجات تراكيت عندك لي ديامون هكا اي فوالا هضرب لي ديامون صحيته وانا حرج دونك العمر حرج مغربي حنا نقولوا للصقلي هذاك حرج مغربي معناتها سي دي فيل دارجون اللي نخدموا به وثم دي فيل نخدموهم معناتها يكونوا شعره كيما هكا ونخدموهم حتى يعطيونا الحرج هذاك. ثم توسكي مانيويل هذاك اللي عندك هنا في الجنب بيمان هكا كله باليد مخدوم. دونك يلبسوا بور تو لي جور نعملوا لي سواري نخدموا لي ماتير الكل دونتيل دو كالي لا سوا ناتوريل ساتان دو سوا لا دونتيل لي تول الانواع الكل ونخدموا بور تو لي جور راهو حتى لي جون توا يلبسوا خاطر تخرج في الثقافه نتاعنا ولاو لي كيمينوس لي كيمينوس جبه كي دي جبه زاده مش جبه معناتها مش تلبس جبه وتخرج بها لا ولينا نلبسوها تحت الجين تعمل فوالا تلبس حاجه تخي شيك ومخدومه بافيك اون فاسون ريفيزيتي نتبعوا لي مود نتبعوا تو سكي توا خارج واللي يطلبوه من لي كليونت نتاعنا نحاول باش نرضي الاذواق الكل ارضاء لي كليونت كيما حكيت مدام هدي
هذه دير ما فيك اليوم شنو عنده اخر ينجم الى بين السيده المشاهدين والكليونت نتاعكم. دونك احنا في دار ما فيك ارضاء مشاهدينا والمستهلكين نتاعنا هو غايه نتاعنا الاولى. جبنا لهم ان برودوي اللي هو اكسبريس ليفت. اكسبريس ليفت سي ليفي نتاعو افي ميراكولو، علاش؟ خاطر عنده افي انستانتاني يفا كومبلي لي ريت. دونك بعد 15 دقيقه من الاستعمال وجهك باش تلقاه مكبوس مشحوط سون ريت، باش تلقاه بيجا كما قلنا. معناها هذايا حل للعمليات التجميل، معناها للعباد اللي ما تحبش تعمل عمليه تجميل، اللي عندها سهريه، اللي عندها خرجه، نجم تستعمل كباج دو مكياج حتى ولا برايمر قبل ما تعمل مكياج. يعمل لك ان افي انستانتاني، يعمل لك ان افي ليفتون. دونك عنده تريبل افي، عنده افي ايميديا، دونك افي اكور تيرم ايميديا باش ينحي لنا لي ريد، لي ريد الصغار باش يكبس لنا الوجه نتاعنا، باش يظهر دونك الوجه نتاعنا اصغر في العمر. عنده افي سوان الون تيرم، معناها مش ينحي لنا لي ريد كل شيء في الوقت، فوالا عنده اكسيون بريفونتيف، دونك باش يحسن في البو تكستور زاده نتاع البو والكاليتي نتاع البو نتاعنا، باش يغذيها، دونك باش يعطينا الترطيب اللازم. وبعد المداومه بالاستعمال باش تحصل على بشره صغيره وبيان سيغ بيان هيدغاتي، ما فيهاش لي غيد واصغر في العمر. فرحت النساء والبنات الكل، حتى الرجال في بالك فوالا يستعملوا. تعرف حاجه اكثر اللي يستعملوا فيه الرجال ويكلمونا، خاطر الحقيقه سي ان برودوي تري ناتوريل كيما قلنا. اي ما يظهرش لي في نتاعو اللي تري زابسوربون، معناها تشربوا البو للعبيد. دونك اللي ما تحبش تعمل مكياج، اللي تحب تخرج الصباح وجهها مكبوس تستعمل. مش ما تحبش تعمل مكياج، احنا العوامل اللي خرجناها هدي لحط اللي نحن ماشيين في النو ميك اب لوك، دونك حتى المكياج ما عادش نعملوا برشا مكياج كيما قلت. ينقصوا برشا البشره حياتي. تتنفس ما نجيش كل يوم واحد عامل محليها البشره كي تبدا تتنفس، محليها البشره كي تبدا داويه سون غيد اي لي كونتور دي زيو بلوتو، باش نعاودوا نذكروا بيه. دونك الكونتور دي زيو هو باش ينحي لنا لي تروبل دي سيركيلاسيون دو سون الموجودين في العروق. دونك المنطقه المحيطه بالعين كما قلنا راهي منطقه تتنفس. حساسه الدم يقعد محصور على شكل كولوراسيون الغامقه نلقاوها موجوده هنا. الليفي نتاع الكونتور دي زيو نتاعنا باش يقوي لنا البارير كوتاني، دونك يجدد الخلايا، يجدد الخلايا. علاش؟ خاطر فيه الفيتامين بي 5 اللي هو لا غين دي فيتامين بور لا بو، خاطر لي بيان في نتاعو كبيره برشا، يجدد الخلايا، يحسن في الكاليتي نتاع البو، يعطينا ليدغاتاسيون دونك باش يعطيها الترطيب الكافي للمنطقه المحيطه بالعين، باش يحسن في الميكرو سيركولاسيون، دونك الاكسجين شو اللي يوصل للعروق، دونك البلوكاج نتاع الدم ما عادش يقعد في العروق، الدم باش يدور، الكولوراسيون باش تنحى بيان سور لي ريد. وبالطبيعه بعد المداومه والاستعمال كما قلنا 28 يوم باش تلاحظ فرق كبير سون سير اي سون بوش سون ريد. داكوغ، دونك اليوم عندنا الديو هذايا باش كيما قلنا باش يفرح النساء البنات والرجال الكل كيما قالت نسرين. ميرسي بوكو اللي انتم كنتوا حاضرين معايا، ميرسي بوكو بالمرأة بالراجل بالعائله كامله. ان شاء الله يا ربي يتجدد لقائكم معايا في كوسمتيك ماك، وانتم ما زلتوا معايا مواصلين كوسمتيك ماك في الفقره التاليه. برشا يعانيو من السمنة ويفقدوا الأمل في إنقاص الوزن، أما بالعزيمة ولابوغاتوار كوالفي الأمل يولي حقيقة. وهذه قصة إمنة اللي كانت تعاني من السمنة وتوزن أكثر من 100 كيلو. إمنة بعد ما عاشت اكتئاب لمدة 3 سنين اليوم تبدلت حياتها. عسلامة، أنا إمنة عمري 29 سنة. الحق عانيت ياسر من السمنة خاصة في المدة 3 سنين اللي فاتت، وصلت حتى نزل 109، لأن هذه الحاجة تعبتني نفسانية. وليت كي باش نلبس سبدرية نلثع، نطلع في الدروج نلهث، معناها حتى ليت فترة المراهقة نتاعي ما عشتهاش كيف نديتي. نصحوني بلابوغاتوار كوالفي بالبرودوي نوفامانس نتاعهم. شريت الباك اللي فيه لي جيلول والتيزان، تبعت النصائح اللي موجودة فيه، وعملت حمية غذائية وعملت شوية سبور وشوية مارش. إيجيان دو في جديد وباك نوفامانس من كوالفي خليوها تخسر 30 كيلو. وصلت طيحت 30 كيلو، وهذه حاجة ياسر بدلت لي في حياتي. أما أنا راني مازلت باش نواصل معاه الباك، وأنا ننصح أي واحد معناها باش ياخذ الباك هذا يتبع النصائح اللي موجودة فيه الكل. والعزيمة ما زالت متواصلة. صحتك في تغذية سليمة هنا.
الفيتامينات. باش نرجعوا نحكيوا توا كيفاش نجموا نلقاو الحل للعبيد مثلا بار اكزومبل اللي ديما جينيرالمون يجي يقول لك نحبش نلعب سبور نحبش نتعب برشا، دونك ريجيم صحي باش تعاود تاكد عليه انت جو بونس، وشرب الماء هكا ولا صحيح. هو كيفاش باش يكون ناجح الريجيم؟ اولا عندنا لو ريكيليبراج اليمونتيغ، راهو مانيش في نقصوا احنا في الماكله ولا، ولكن انا نحب نركز على معناتها تصليح الاخطاء الغذائيه باش نصلحوا الغلط باش نزيدو الناقص بالطبيعه. مع هذا يعني لو كومبورتمون لو فات انه يشرب اكثر ماء الباسيون، يتحرك اكثر، يصلح في النوم نتاعو، ومع هذا باش تجي لا ميكرو نوتريسيون. شو معناتها؟ يعني توا الدراسات العلميه كلها ماشيه في الحاجه هذه، انه ناخذ مواد فعاله دي سوبستانس بيو اكتيف من نباتات نحطوها في مكملات غذائيه، وهي اللي باش تعاوننا على الريجيم نتاعنا. داكور، كي نحكيو على الميكرو نوتريسيون جو بونس نحكيو على كومبليمون اليمونتير. اكزاكتومون. هوني عندنا في كوالدي نوفامانس. فوالا، اليوم باش نحكيو على الباك نتاعنا نوفامانس من عند لابوراتوار كوالدي. الباك هذايا باش نلقاو فيه حاجتين، باش نلقاو جيلول معناتها دو بواط دو 60 جيلول، وباش نلقاو زيدا لا تيزان. خلينا اول حاجه نبداو باللي بواط اللي باش نلقاو فيهم لي جيلول. لي جيلول هذوما باش نلقاو فيهم 5 بلونت. البلونت هذوما اول حاجه باش نلقاو فيهم لاغاغار اي لو بسيليوم. هذوما زوز نباتات يتميزوا اكثرين، بسيليوم اللي هو الاسباغول باللغه العربيه، يتميزوا هذوما الزوز بالنسبه نتاعهم نتاع الالياف، اكثر من 50% من نباتات هذوما باش نلقاو فيهم غنيين بالالياف. على مستوى الامعاء شنو باش يصير؟ اون فوا لي فيبر هذاكم في المعده مع الماء باش يكونوا كيما الجل. الجل هذاك اول حاجه باش يحسن من الترانزيت انتستينال، دونك العباد اللي تعاني من الكونستيباسيون ولا القبض دون فاسون كرونيك يكون مزمن. دوتر بار الجل هذاك باش يكون دونك باش ياخذ فوليوم في المعده. المعده اون فوا صار فيها الفوليوم كبرت في الفوليوم شويه تولي فما اون سيغتان ديلاتاسيون، ديلاتاسيون هذيك باش تعطينا احساس نتاع الشبع. هذاك علاش هوني دونك لي بلونت هذوما اللي موجودين في الباك نوفامانس من عند كوالفي دونك باش يحسنونا من الشهيه وباش يعدلوا من الشهيه. دونك العباد اللي عندهم اك الشهيه المفرطه هذيك باش تتعدل بالنباتات هذوما. وبيان سور كي نقولوا الياف دونك فما تعديل على مستوى الامعاء، كي نحكي هوني على عمليه امتصاص السكريات والدهنيات باش تتعدل بالالياف هذوما. مع هذايا بخلاف لاغاغار والبسيليوم باش نلقاو الكوارانا والكافي فير. الغوانا دي سيت ان فروي بريزيليان جاي من البرازيل، وصاروا عليه برشا دراسات علميه. الميزه اللي فيه انه هو تري ريش اون كافيين، يعني باش نلقاو فيه نسبه الكافيين اكثر حتى من القهوه. داكور بيان سور. دونك هذايا شنو باش يعطينا؟ باش يعطينا اون سيغتان فيجيلونس، دونك باش نبداو فايقين اكثر، مركزين اكثر، على خاطر اكثر العباد اللي تبع دي ريجيم وخاصه اللي يبداو ريستريكتيف باش يحسوا رواحهم فاشلين. دونك هذايا دون باغ. دوتر باغ باش نلقاو فيه دي سوبستونس يتسماو لي فلافانول. المواد هذوما عندهم معناتها افي اونتي انفلاماتوار. هوني نقول القايل شنو علاقة الانفلاماسيون بالزيادة في الميزان؟ راهو كي تبدا عندنا معناتها الدهون تكون مرتفعة في الجسم، هذايا باش يخلق نوع من الالتهابات. دونك هوني مش كان نقصنا في الميزان، ولكن داوينا الجسم بتاعنا ونقصنا عليه مكان مضار نتاع الزيادة في الميزان اللي تكون موجودة في الجسم. دونك عندنا رحاب هذوما لي جيلول اللي باش نخدمهم، وقداش نخدمهم في النهار؟ ناخذوهم عندنا البوزولوجي عندنا دو جيلول. دونك ناخذو دو جيلول قبل الماكله مرتين في النهار. باهي، وعندنا التيزان نتاعنا، خلينا نحكيو اون دو مو على التيزان نتاعنا. فوالا، دونك بالنسبه للتيزان كيف كيف هي تكمل الباك نتاعنا نوفامانس. التيزان هذيا باش نلقاو فيها ميلونج نتاع دي بلونت خارقين للعاده. باش نلقاو الرند والكمون اللي هما اونتي بالونمون، دونك العباد اللي يعانيو من الغاز اللي يحسوا ديما كرشهم منفوخه اللي عندهم حاجه هايله برشا. زاد كيف كيف باش نلقاو فيهم الزعتر، باش نلقاو الكليل، باش نلقاو شوش الورد، وهذايا عنده ان افي درينور. دونك العباد اللي عندهم ريتونسيون دو، عندهم احتباس سوائل في الجسم واللي ياكلوا برشا حاجات مالحه، واللي يعمل برشا نفاخ ويمشي في بالهم اللي هما بالحق عندهم وزن زائد وهو بالحق كله نفاخ من ريتونسيون دو. دونك هذايا باش تعاوننا، عنده ان افي درينور. وبيان سور بخلاف هذايا باش نلقاو لا كانيل اي لو جنجامبر، القرفه والزنجبيل اللي فوائدهم ما تتعادش. ابسوليمون ابسوليمون، يعاونوا بالكدا خاصه على عمليه الحرق. دونك هوني اشاك فوا ساعه نكمل ساعه على البوزولوجي. دونك بالنسبه للتيزان ناخذوا مغرفه نتاع قهوه صغيره نحطوها في كاس ماء، بيان سور ماء يبدا سخون، نخليوها مده من 5 ل 10 دقائق
تصير معناتها كالانفوزيون هذيك بالكدا، ومن بعد نشربوها، نجموا نشربوها حتى 3 مرات في النهار. وين الحاجه الباهيه اللي في الباك هذيا؟ اشاك فوا ناخذوا الجيلول ولا اشاك فوا ناخذوا التيزان قاعدين نشربوا في الماء. دونك هكاك قاعدين نحسنوا في ليدغاتاسيون تاعنا دون بار، اي دوتر بار ناخذوا في المنفعه نتاع النباتات اللي جاتنا من الباك نوفا مانس دي لابوغاتوار كوالدي. بيه باش نرجعوا للتيزان، من المحبذ انه يكون استعمالها من عمر، والا شكون الاشخاص اللي نتفاديو ان نستعملوا التيزان نتاعنا؟ بيان سور دونك فما دي كونتر انديكاسيون سورتو للصغار ولا لي ادوليسون اللي اقل من 18 عام. هذوما بيان سور بالنسبه للي فام اونسانت اي اليتون المراه الحامل، فوالا المراه الحامل والمراه المرضع، الاشخاص اللي ياخذوا دي لاكساتيف اللي ياخذوا مسهل، خاطر احنا حكينا قبيله على الالياف واللي يحسنوا من ترانزيت انتستينال، دونك اون فوا ياخذوا في الدويات اللي تسهل من الطبيعه يردوا بالهم ما ياخذوش. وبيان سور الاشخاص اللي عندهم الامراض المزمنه اللي يكونوا سو تريتمون واللي ستاد ايفولوي، يعني عندهم مده في مرض السكري ولا عندهم مده وهما معناتها تم تشخيصهم بارتفاع ضغط الدم، وخاصه سو تريتمون الاشخاص هذوما ماذا بهم يزيدوا يستشيروا الطبيب المباشر نتاعهم قبل ما ياخذوا الباك هذايا. ميرسي بوكو رحاب اجلاسي، نورتنا. كوزميتيك ماغ مازالت مواصله بالافاده. عالم الجمال والتجميل العالمي الخاص في كوزميتيك ماغ، ديما نتلهو بيك وبجمالك. واليوم ضيوفي امل بن حميده، مرحبا بيك. عايشك، مرحبا بيك، نورتنا. عايشك انت المنوره. دره عاده ما نحكيوش، دره كرونيكوز في كوزميتيك ماغ تو عشرة ديما جديد جديد، موعدك يتجدد ديما مع الساده المشاهدين. ان شاء الله ديما يتجدد ان شاء الله. مرحبا بيك، وكالعاده معنا الدوسر باش تعملنا مكياج جديد، دوسر جميله، دوسر كوزميتيك خلينا نقولوا دوسر دوريس كوزميتيك. وليت بنت الماركه دوسر. كها كها احنا العائله زايد، مانيش نخرجوا من العائله، نسمى العائله كوزميتيك، العائله عائله كوزميتيك ماغ ونسمى. مرحبا بيك امل في العائله. ميرسي، عايشك بيك كنت اكثر. دونك امل انت عندك لا مارك ترانديز قاعده بيان سور للي كيفك واللي حتى اصغر ولا يقولوا احنا نفس الجيل، قاعده تقرب لهم باللبسه الغوفيديتي. وعندك حاجه اخرى اللي هو الفخار، الفخار النابلي. دونك باش نحكي شويه، شنو نحكيو شويه على الفخار، شنو نحكيو على الجبيب، على الكيمونو، على العبايات. كيما قلنا لي كيمونو لا توندونس دو لا غران توندونس تاع 2023. عنا العبايات اون كاليغرافي توا نشوفوا فيهم بارتو، توا نشوفوا برشا قاعدين يستعملوا في العبايات، مش كان في رمضان راهو ولينا نلبسوهم على دي جين على دي روب. كملنا رمضان والعيد ودخلنا مازلنا نحكيو عليهم تلما وليت بالحق تمشي في الشارع تلقاهم لابسين جين ساعات دي باسكيت. توا زاد البحر جاينا، البحر يلبسوهم على دي مايو على معناتها فوالا باش نجيو نحكيو على هذا الكل، خاطر ولينا حتى اللي كيمينو ياسر نعطيوهم اهميه مع المايو دبا كي نمشيو للبحر. دونك امل بدايتك. بدايتي بديت انا واختي فونداتريس نتاع الماركه ترانديز، هي ماركه معناها بين تونس ولندرا، نعملوا الاكسبور لندرا. دونك حبينا نعرفوا بالمنتوج التونسي نتاعنا 100% تونيزيان، حبينا نروجوا المنتوج معناتها فيما هاند ميد. دونك غادي لقات نجاح معناها كبدايه، معناها الحمد لله لقينا نجاح في العبايات وفي الجبيب، سورتو لي تيسيو نتاعنا ياسر مثخمين محلوين معناها، نزيدوا عليهم التوش التونسيه الخمسه قاعدين نحضروا ديجا في كوليكسيون ان شاء الله باش تم ترويجها. كيف كيف الفخار دونك قاعدين نعملوا سي اون تري بون ايدي الفخار، خاطر بالحق ولا الحاجه اللي باهيه زاده اللي انا كي تفرجت شفت اللي انت تعمل في حاجات خفيف، خاطر الدوره سي بلو سي تري امبورتون نلبسوا حاجه خفيفه. أي. حتى الجبه كي تبدا خفيفه تستسهل تلبسها، والعمار كنت تلبسها ونشر وصغار انهم يلبسوها. حاجه حلوه وحاجه توندونس وحاجه ديفيرون ان شاء الله ديما موافقه. عايشك عايشك. دونك عندك الخمسه في المركز عليها. انا توا بوغ لو مومون ان شاء الله قاعده نخدم فيها، اللي عندي توا العين. أيه؟ نوريهم ان شاء الله الاعزاء المشاهدين، نوريو الخدمه نتاعنا. أيه؟ وعندنا العين التركيه، عندنا زوز العين التركيه وعندنا العين ان شاء الله ديما محروسه من العين. ان شاء الله يا ربي. امين امين. دره شنو جبت لنا جديد؟ راك الساده المشاهدين ديما يستناو فيك قرب الصيف. كي نحكيو على الصيف كيما قلت ليكرون سولير ليكرون تاع الشعر، بدايتنا في كوزميتيك ماغ. انا ياسر نحب الصيف
خاطر الصيف يعني لي الوان، يعني لي جو، يعني لي البايات، يعني لي التفرهيد، يعني لي الخروج، يعني لي برودوي كوزميتيك تاع الصيف. جوكم بالحق الجو هو الصيفره، الخروج في الصيف، التفرهيد في الصيف، البحر زيدا والليزيكران زيدا نستعملهم في الصيف، دونك الجو الكل في الصيف، والالوان الجديده زيدا في الصيف. توا دوسر تعمل لنا في لون ياسر نحبه انا، الفانتايان، الجلوس فانتايان. هذا من الكوليكسيون القديمه ولا جديد جديد؟ لا من الكوليكسيون القديمه، مازال جديد ان شاء الله تري بيانتو. نشوفوا الوان توندونس 2023 كيف ما وعدت الساده المشاهدين، دونك توندونس 2023 الوان اكثر من رائعه، اكثر من مزيانه، اكثر من حلوه. دونك انت توعد وتوفي الحقيقه نتاع ربي ديما ان شاء الله في جديد. دونك ليكرون تاعنا عندنا لانفيزيبل والتنتي لابليكاسيون كل دوزور هكا نعملوا ليكرون تاعك، كل ساعتين تعاود تبدل ليكرون تاعك، حاجه تري امبورطون. على علاش؟ خاطر البشره تاعك بيان سور باش تشرب هذاك لي زانغريديون اللي فما في ليكرون، دونك اشاك فوا لازمك تعاود تجدد ليكرون تاعك باش ليفيكاسيتي تاعو تكون اكثر. نوفل لابليكاسيون فوالا باهي. هوني باش نرجعوا ما بين قوسين، خاطر برشا سؤالات تجيني على ليكرون، تانتي ولا انفيزيبل خير؟ زوز سي لا بروتيكسيون، جوست شوا. فما شكون يحب نعرفش ان افي كاموفلون، دونك يحب لفي فون دو تان شويه في وجهه، ما نجمش يخرج افيك لي امبيرفيكسيون، وقتها نستعملوا ليكرون تانتي. فما شكون يحب وجهه كيما هو، لكن يحب يحس البوم تاعو تتنفس، ولا خلينا نقولوا يحب كيما هي البوم تاعو، دونك يستعمل ليكرون انفيزيبل. وي برشا عباد تحب الانفيزيبل، العباد اللي تحب روحها ناتوريل، معناتها ما تحبش تعمل برشا مكياج، ولا ما تحبش شنو ما تحبش تقول تحب. هذا هو الشوا نتاعي، هذاك الشوا نتاعي، زاد اللي عنده ميزانفيكسيون ولا عنده لي بوتون وكل شيء، دونك لي في كاموفلون بي سي فغي. وفما برشا عباد تقول لك نعمل الانفيزيبل ونعمل فوقها الفون دو تان. حاجه تري امبورطون تحب نحكيها على ليكرون تاع دوريس، فما برشا عباد تتشكى من ليكرون اللي هو يزرق الوجه بعد ما تعمل، تحس ليكرون يزرق الوجه. حاجه تري امبورطون اللي ليكرون تاعنا راهو 100% مينيرال وما يزرقش الوجه، حاجه تري امبورطون. وحاجه زاده تري امبورطون اللي تيك تعمل ليكرون تاع دوريس عباره عن فون دو تان. طيب انا عباد كان تشوفني في الكاميرا باش تقول هذي عامله فون دو تان، الوغ كو انا عامله ايكرون معناتها تو سامبلومون. دونك هو العباد اللي تحب لي زيكرون تاعتي، علاش تحبها ايمان؟ تحبها ال رومبلاس الفون دو تان. وكيف ما تعرف ايمان عندنا 3 كولور، دونك عندنا من البيج كلير للدوري للبيج فونسي، دونك انت والثام تاعك انت غامقه فاتحه كل شيء، تنجم تختار على حسب لون البشره تاعك. وكيف كيف عندنا كما قلنا الانفيزيبل اللي هي تعمل ان بو ديكلا في الوجه، تخلي الوجه هكا مشرق ومحلي، وما تعملكش كالي في ماسك نتاع تحس حامله حاجه بيضاء فوق وجهك، لا الانتيغراسيون تاعها تصير تري في الويد فوالا في الويد، وتدخل فيسع في البشره وكانك ماكش عامل حتى شيء، جوست ان بو ديكلا. دونك حاجه ياسر خدمت عليها برشا ليكرون نتاع دوريس، حبيت انها تخدم على الكوتي الجماليه نتاع المراه، نون سولمون على الكوتي نتاع انها تكون لا بروتيكسيون فوالا. باش نزيد هو نعرفوا سيدا المشاهدين على ليكرون انفيزيبل اتنتي البيبي كريم تاعنا، خلينا نمشي ودروا اما الفيديو وراجعين. كيما تعرفوا التوندونس نو ميك اب لوك، على هذيك دوريس كوزميتيك تودك بالجديد مع البيبي كريم، لون موحد لبشرة أكثر إشراقة، تكستور أونكتيوز مزيانة وخفيفة على البشرة. وبعدك زين درا، احكينا على ليكرون انفيزيبل وليكرون تانتي.
توا مع البحر باش نقص عليك شويه. اما البحر يعني بيسين يعني ليكينو يعني زيد كيف كاش ما مربوطين ببعض. دونك عندك كوليكسيون ان شاء الله جديده. هذا نحضر في كوليكسيون مزيانه برشا نتاع كيمونو دو بلاج نتاع زيد كيما قلت لك تخرج بيهم عليها كاجوال. نحضر زيد في جبايب ولي كولور. لي كولور ان شاء الله معناتها سباتيت الفيولي عن الفيولي ليلا عن البيج بيان سور النوار برشا. انا نخدم لهم هكا الونتير يعجبوني كي خلينا نقولوا لو كامل تخدم القفا ومعها مثلا ان شاء الله. هو باش نزيد نفسر شويه للعزاء المشاهدين ترندي سي معناتها ان كونسيبت ماهوش مربوط كان بالجبيب والا بالفخار. ان شاء الله مازالوا عندنا دي زارتيكل اخرين ما تي تابتي معناها الواحد يبدا بشويه بشويه نجم نحط كل شيء معناتها فتره. دونك ان شاء الله بوركو با باش نعملوا قفف باش نعملوا دي زيشارب بالخليله بالخمسه حاجه مربوطه بتراثنا معناتها وتسوق الايماج نتاعنا لبرا تسوق الايماج نتاعنا فوالا في لندن وخارج لندن ان شاء الله. علاش لا على الشيء الانترناسيونال ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يوفقك فوالا معناها ربي سهل ربي سهل ربي ان شاء الله. الوغ دره البيبي كريم حكينا عليه في حلقات سابقه وما شاء الله كان عليه طلب كبير بيبي كريم دو دوريس كوزميتيك تشوفوه على دوسر ما شاء الله عليها. انا في هكا كيما نقولوا احنا الناس اللي تحب انه ميك اب دونك هو ليديال لو فامو بيبي كريم من دوريس كوزميتيك. نعاودوا نذكروا لا تيكستور فلويد تدخل في الوجه توا في السيف جو كخوا امل معايا ولا يمشيو اكثر البيبي كريم يمشيو اكثر البيبي كريم مع البحر لو تان هكا وكيفاش تحس روحك برونزي وتعمل لك البيبي كريم. انا جادور البيبي كريم جادور لي في اللي تعملو في الوجه خاطر فريمون معناتها تعطيك تعطيك ايفي كانك البوم تاعك لابودام بيبي اكلا بون مين. انا ديما نحب البيبي كريم بور تو لي جور جو بريفير لي بيبي كريم خير من الفون دو تان. علاش؟ على خاطر تعطيك كال اكلا من غير من لي في ماسك نتاع الفون دو تان اي تو. دونك وكيف ما قلت لك SPF 30 دونك تعملها وتخرج للشمس ما تقلقكش في الكل. اون تخوا مو تكستور فلويد SPF 30 فاسيل ابليكي تصلح لنا في الصيف ديما غايونات ان شاء الله تكون مع دوريس كوزميتيك. نورتوني عايشك انت المنورة مرحبا بيك بحضينا في كوزميتيك ماك ديما منورتنا ان شاء الله. عايشك باش نشوفوا المكياج توا مع دوسر واكيد حلقه كوزميتيك ماج ما تكون منوره كان بيكم انتوما. حلقتنا مازالت متواصله. كي نحكيو على منتوج طبيعي ونحكيو على محبه الناس نحكيو على بيموج طبيعي ومنيا غزايد. مرحبا بيك يا منيا. يا عايشك يا منيا هالغيبه نحس والله البلاتو نور محليك ومحلى ضحكتك الله لا يقطعها. ان شاء الله في بحذينا في كوزميتيك ما ان شاء الله تكون موجود. يا عايشك يخليك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. هي ضحى محليها راهي بحذينا. اما الساده المشاهدين توحشوك انا توحشتك. يا عايشك با كنت في عمره وبعد تعبت شويه والحمد لله لاباس الحمد لله. وكان جو في دو مون ميو مش ما نقعد مش ما نبركش وكا. مرحبا بيك كما قلت بصمتك وحدها وجودك بحذانا وحدك. الساده المشاهدين يستناو فيك دونك شنو جبت لنا في الحلقه اليوم؟ جبت اليوم باش نحكيو على توا في الدنيا سخنت والعرايس وليتاش وين تمشي تقول لك هاني كحلة منا وهاني منا وهاني منا. دونك ثم لقامة متاع تاش اللي هي بالجرنادين والصابون بدنيه اللي هو فيه زادة كيف كيف إفي إكليرسيسون. ثم اون بلانت انا دونك هذايا موس نيتوايونت موس نيتوايونت إكليرسيسون وتغذي تغذي لا بو دونك سا اونيفي لو تان او ميم تان موس نجم نستعملوها باش نغسلنا وجهنا. عندنا هذايا اللوسيون تاعنا اللي هو ينحي إكليرسيسون لي تاش برون يوحد لون البشره ومعاهم هذاك اللوسيون هو اكليرسيسون وهذيك لا كريم اللي هي ثم هذه من بعدها دقيقه ايمان الكريمه هذه نتاع الجرنادين اللي هي فيها القلب نتاع الرمان وثم في الرمانه الكل الرمانه كامله هي فيها 100 بيس اللي حتى حد ما يعرف
اللي هي توا عادة لازم تكون الإكران عندك. ثم إكران اللي هي معمولة باللافوكا والبطاطا، ثم اللي معمولة بالزبارة، ثم كيف كيف جبت لها زادة دي فيتامين اللي هما يعاونوا مش يحميوا البشرة من كومبليتمون ما تدخلش الشمس، وال تغذي لابو يا شو كونتونا دي فيتامين في البرودوي يجيو بك وحده. مش معناها مش معناها اعمل هكا وتعد وافيك توسا راهو يفو نتويي لانتيريور، كي تنظف من داخل راهو كل شيء يحبس كما نقول كل شيء. ان شاء الله ديما معاك انت نلقاو نتيجه. خلينا نخرج المره هذيا مونيا في تي وراجعين. عام على عام يتولد منتوج جديد، عام على عام تكبر المحبة. اليوم احنا في المنزا سانك، وقبل ما نحكيو على المنزا سانك يزمنا نحكيو على برودوي بيموغ الطبيعي. بيموغ الطبيعي اللي تمثلو مونيا غزيل، كما قلنا مثال للمرأة القوية، المرأة القوية بأصابع ذهبية خلقت برودوي حبوه الناس واستنسوا بيه. اليوم باش يكون لنا موعد كالعادة في المنزا سانك بالبرهين، والنتيجة منتوج طبيعي فعال من أول استعمال. خليكم معنا باش نعيشوا اللحظة. هوني باش نبداو وجه مدام بون وجهها الحمد لله على تخبل بو. باش نبداو بالبارتي هذيا أنتيغيد، نوريكم البارتي هذي كيفاش هي توا كيفاش كانت وكيفاش باش تولي بالبرودوي. اللي احنا اون فا يوتيليزي ليسكارغو والسيروم اوكسيجيني، وبعد باش نعملها ليكران اللي هو معمول بالافوكا والبطاطا. دونك اون فا كومونسي باش ننظفوا الوجه بالقبل اللي هو هذايا لو سيرو دي رابل اللي فيه التاي الازرق، ولو سيرو دي رابل سي اون بلانت اللي هي تجي من مونريال. دونك اون فا نيتواي لا بو قبل كل شيء، وديما كي ننظفوا لابو نحاولوا باش ننزلوا عليه باش يعمل بينتراسيون تحت لابو، ما نمسحوش تو دو سويت خاطر البو تشرب وحدها وحدها لو برودوي. وتوا اون فا يوتيليزي ليسكارغو هذا الحلزون اللي هو ديبوزي في لي نوربي من 2009، دونك هذا لو فري اسكارغو. ونجي هوني باش نخرجوا لها لي بوميت، هوني نخدموها هكا حتى من لوكوديك لا لابوت تعاود صغار. فيه زادة لي بيغل اللي احنا نتكلموا عليهم ما عمرنا ما وريناهم لي بيغل، ساسي لي بيغل هذونا هما لي بيغل هذو نتاع هذوك الجوهر. وبعده نعملوا شويه من الزيت السيروم لويل اوكسيجيني هذا، وبعد ناخذوا ذهب اللبان استعملوه بور فيكسي لو برودوي اللي عملناه الكل، ويعمل فيكساسيون للبو. اوكا لخدو تهزوا هذايا، ثم ديغيد كانوا في الجبين اوكا تنحاو. جي جوست بارطاجي عملت البارتي هذه، لا البارتي هذه تخدمت، البارتي هذه كلها تخدمت. هي بشويه بشويه هذه توا ريزولتا اللي لقيناها، معناها في فراكسيون سكوند راهو لو برودوي اللي عندها اي بو دوري شهرين، بعد شهرين ترى ريزولتا اكسترا اوردينير. هو ديجا في 5 مينوت تشوف وجهها تبارك الله كيفاش ولا. كما شفتوا المفعول سحري، مفعول بالوقت لشد البشره ويساهم في الحمايه من الترهل والحد من التجاعيد. ان شاء الله ديما ناجحه وديما متقلقه، وان شاء الله ديما بحب الناس تتواصل جونيور زي بجديد جديد. ديما ديما ان شاء الله يا ربي ثم جديد وثم بوكو دو نوفوتي زاده للصيف هذه نستناو جايين خاصه زاده من مونريال. افيك تحيه خاصه ديما كالعاده نوجه لها تحيه من كوسميتيك ماك خاصه وعصام وحمزه وخوخه وخوخه. دونك هي ديما نقولوا اي شركه تبدا فيها الفاميليا كي تبدا برشا محبه، ونجاح يبدا خاطر العبيد الكل حريصه انها تخرج منتوجات كامل خاطر توا
يا نماغ يا بوكو دو برودوي برشا والصحيح يجيبو ربي. ثم حاجات لازم تركز عليهم، ثم اي بي تا ريبيتاسيون. احنا كيف وصلنا لقينا عملنا اسم معناها لازم تحافظ عليه. ياسر هو باش نجم تتواصل في السوق لازم تكون عندك ثقه فوالا. وهذاك علاش انت البرودوي، علاش انا نجم نبيع في كل بلاصه، في لي غراند سيرفاس، في وفي 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 لي. احنا كان في عندنا يتباع البرودوي في هكاك تقرب من فوالا في المازار 5 ولا في سوسه في نهج ياسر عرفات. وتوا اون فا اتر ان شاء الله يا ربي معكم سعدة يا منيا. نعرضوا ونذكر وين يلقاوكم في المازا في المازا 5 في المازا 5 في نهج خلفاء راشدين. يطلعوا الصعدة يدوروا على اليمين ثاني يدوروا على اليسار. لبيس بعدين رجعنا للصعدة لبيس. اما السر شكا فيه سيزون 2 كوسميتيك ماك باش تعطينا هكا شويه من عند منيا. وعندنا في سوسه في نهج ياسر عرفات ايتابليسمون ملكا في البروميير ايتاج. وين غادي يبقاو كاينه باي سوان زيدا، واللي يحبوا بيان سور اللي يعانيوا من مشكله الوزن الزايد لي باج بعد ما نستعملوا فوالا بيان سور لا بلونت انسيسون. وثما دوده العلق، وثما الحجامه، ثم الفوطه الناريه، ثم برشا حاجات زيدا. وثما كادو اليوم صبري على رزقك.